السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام دمان أصحاب تقالية سيتهين مفيعنتهين من نبات قبتين. إذن الله ويدي رجينا ملك ستؤدون كتجوكتان سورد واذي هي ويلكم ويلكم وإذي سو نقضي أصحاب تيذا قالية سؤال هو بدين ليسو ويدينا الله بذي أبركيو وارنتود وارنتود قبلها قارو حيدهان ماموي غير الله قصية محان دذالة حال الدنيا وابس وقسمي يا موك يا موك حال الدنيا ما انت ايمان والبصاص وقسناي يا ما شاء الله دك كان انا غير الله سيه ومشغول ويخوف البطحي ستاه ولا مشغولة ياكو مشغولة اذي الله معاكو صعدة وقت قالية وفعنا لذقف البصوح والربع ان لا فهمه ان لو جوابه ان حل له هلو يا إلهي أي أود سكناتي هلا دلقاتو قير الله إدسيه هلا صبرو هلا دلقاتو أرين كان صون نقناي أو أه إن قيلدا حناقة بوقة إسفه لا أنت دستراس كالو يقانو ثلي لا ما مو هدا حتى تيدر على تكلاك سكيسو يا قفك على نولا هاي آدي معها إن قفك على نجوا عادي لكن حال الدنيا عادي كدين يا اوي ادي لو له فرت لو بتاغ الى ان فركيت ان لا غلين ان اي حالك انت تجي انت اسجيني يا مرق مرق ده حدين بدات انت اسجيني دك قارو حدا ما ماي ماشي شقدان كو دب قبا ان سكول كي واحد برشدي ان ريح لا ياي قويسكي اي غور كي ريح لا ياي فاميلي ان ريح لا ياي صاحب بدي ان ريح لا ياي نفتي ان ريح لا ياي انت لسك سوقو يا حال الدنيا ساركت واي طريقة سد مريست وقاري قاعد طريقة سل مريست وحكا حناجي موينيست أظو سنك قيقة وضعي ساركي حال الدنيا لده حال الدنيا ميل والبه والا صورك اتحانكي سا مركسية ليه مامو إلهي بري ترتيب تاذ أهو إسك الدلقاض الصبر سنك إدقها دقيقة ككينين الدنيا ده إذا صار عمرنا على إماضي إذا صار عمر الطهن والي قتقا أهي دات كي قال بابا أرقتين أمولينا بد إلي أردين برتاو هنا بد إلي أردين يا هاد أرد محلو كينا هاي مامو دقال محلو كينا أرد محلو كينا عي محلو كينا دار محلو كينا هنجباد محلو كينا أردا جرا واي سو إسدجي إن شاء الله خير استجي دتك قال اي نو وقربان ما هنا اديكو فرح تك تك اسركي لكن سيلي لله حال الدنيا ساس نقطه مركا اي انت وحصوبتي ما موي بروبلم كاس كسو هذا واكو حما قف كستم وجوابي كري وايدين شيغي حد وحان بحوق ساره حتى ان انا نمبرده لايغ هلا ان يريو سببتو قف البعو كل يقف كاسا لوقنتي ايغو جيري ايغ سو غار ارين كاسا لوقنتي ايغو جيري ايغ سو غار marka ma maqeer allah ku sii waxa maxaa wax lagu xaliya waxa wax lagu xaliya deganaasho adduunkan arag maam imtixaan ay jiro qof miskiin oo hata dagaal hata ka seenin aad dagaal galaayo dad badan way liqaan wax loo geysanay liqaan hata iga dhaaf ma dhigi karaan oo iska liqaan dibka dhan way liqaan ilaahay dartiisay u liqaan intee lageenahay dadka qaarna say u liqaan hal mar waxa way waa yah waa burqanayaan marka waa iska xaalad dunyo إله النو كالمية هدي فكرة ليسكو درصدو فكرة دمت في عن الله كدقيه النبض وحلو قواهي هتا الدقال ملوغو هلو أوكي ترتيب وحلو الرادي وعيني اسوال ملوغو هلو يس الرماء قار مدلوني كادقان نفتر دان إريري دريميسا وحي مكمارنتيد مدقال لميكرتيد إلا أشيكتي متقاند سا أحلسي متقاند وحبضن oo adiga la fahmiisid halka in loo helo ajalaan lahayd ayaa ka hortaagan xaal adduunyo qof dheexana dabeecadu way ka bedelantay xaal adduunyo iyo si loola dhaqmay arrinkaas dartiis qof dheexa dabeecadu way ka bedelantay dad badan la soo shaqeeyay oo problem tabtay oo dad ka tabtay oo xaal adduunyo ka tabtay qaar dhahaayo maanta anaaba dadka dhanba ka daranbo run hadaan sheego maamwaano anigii baaba qabtay cishaa ee maanta dadkan qabtay cishaayda aan ku ahayne waa dad dhib badan iga rooraayo wax ila ma fahmiinin wax ila qabanaynin ii garaabaynin umad kale rooraysaan aniguna dhaxda ka soo galay
dad badan waxaan la soo shaqeeyay dhahay waa laygu degdegtay, aniga arrimahayga waa lagu dheelay. Dad badan waxay galeen arrimaha loo yaqaan money problem, ama daymanay galeen, ama ciriiri lacagay galeen, irsaaqadii xaggeeda problem ka yimid. Dadka qaarkood waxa waaye saaxiibtinimadii iyo dhalinyaronimadii la tagtay, waxa waaye mas-uuliyadii qoyska xataa waxay u arkeen culays qaasay u arkeen. Wixii waa dhib. Walaalkeeda saas yiri, walaalka hasaa yiri, iyo hooyada hasaan itiri, aabba hasaan yiri, ada hasaan yiri, adduunya war lagama waayo. Ya dad isjecel oo nabade oo walaala oo galgacale oo wax isku quuro oo wax isla garab qabanaya, hadday jiri lahayd adduunyada dhib ma la arki lahaa. Waa maya dad badan madluun maynan ahaadeen. Marka dhibkaba waxaa keenay ummadii isku daacad ma aha, eheladii isma garab qabanayso, asxaabtii isma garab qabanayso, laysma dhiirigelinayo, laysma sasabaayo, maaragtay layskuma duceynayo. Maanta oo dhan qof ku garab siinaa wuu yaryaa. Qof uu ilaahay kuu soo diray maybe, dad uu ilaahay kuu soo diray maybe, macquul dadkaas inay ku garab qabtaan, laakiin maya maya. Dad badan waxa waaye waxaa lagala kulmaa waa buuq iyo dagaal iyo dood iyo adaa yiri iyo adaa ka dhacay iyo waxaan loo joogin. Runti qofka markuu arrimahaas ku dhex jiro xanuunkeeda arkaa aad iyo aad iyo aad. Nolol maalmeedkaaga markuu liicayo markaasaa aragtaa. Waxaana soo xasuusataa wanaagii, farxadii, kalsoonidii, iyo waxaa ku haminaysay. Sometimes waxaa ku haminaysid waa waxaa haysatid xataa ma waa waxaa ku haminaysay. Hadduu Ilaahay yiraahdo un weynaado, saasay saas waxaa la ii noqona, sax? Ahee, maantana saa wax u rabtid ma sheegi kartid, ciddaad ka rabto uma sheegi kartid, saad wax u qabto ma sheegi kartid. Hataa sheegtid maxaa lagugu soo kordhinaa? In lagu xanto, in lagugu qoslo, in lagula yaabo, in adiga dhan lagaa tuxsado. Marka waxyaabaha qaar aniga inaan ka hadlo waxaa keenay dadkii dhibanaayeen kala soo shaqeeyay. Wayartaa qof dhahaaya umadaan dhibaa ee bal aan kaala sheekaysto. No, no, no. Qofkii wax qasaayo waxa waa xal ma raadiyo. Ilaahay idankiisa inuu iska joojiyo, Ilaahay ka baqo, macquul. Ilaahay ha ka dhiga arrinka saas. Laakiin qofka dhibanaha ah, qofka murugaysan, qofka la yaaban xaal adduunyo, qofka dad dhibeen, ha, qofkaasaa cararo oo xal raadiyo. Laakiin kan degdeganayo oo dadka ku degdeganayo oo arrimaha qasaayo xataa ma ujeeda dhibkiisa. Yaa weligiis aliis isdhahay arani qof xunaanahay, arani walaalkeyan dhibay, arani walaashayan dhibay, ama qoyska walaalkeya aniga, ama aragta xoogaa juqajuqeeya, ama ya ama telefoon dheeraan u diraa dadka markaasaa hadalka ku dhibaa. Yaa dhaha yaa runti sheega? I don't think so. Qof runti sheega waa yaryahay. Ilaahay qof ka baqaayana waa yaryahay, laakiin dadka dhan nimcadaas waa ku jirtaa. Inay Ilaahay ka baqaana wax ku jira waa qalubtooda. Waxaan la qasqasaana itixaan waa qofna ma jecla aqridiisa adduunkiisa inuu ku dheelo. Qofku markuu wax qasaana maba is ogaba, hadhow raalli ahoo, saase aheed, raalli oo loo taagayaan qofka. Laakiin adi adaa og waxa lagu dhibay, adaa og waxaa jeceshaa, adaa og waxaa qabtid, adaa og say Soomaali u dhaxda waaye, la yeelaa waa iloobaa, yeelaa waa iloobaa, la yeelaa ma iloobo. Marka dadka inay is ogaadaan way fiican tahay. Qof kastoo wax dhiba waxaan dhihi lahaa, naftaada ka soo qaad, qofka kale naftaada ka soo qaad. Adigaba ma rabtid Ilaahay kuguma riday heart attack inuu kugu dhaco, dadka heart attack ha ku ridin. Marka insha allahu khayr, dad isku roon noqda, dad isjecel noqda, dad ka fooljignaada dhibaatada adduunka noqda. Ilaahayna barya saaxiibayaalow, Ilaahay barya, Ilaahay aan barino. Idan Allah, idan Allah, amuur kasta ha lagu guuleysto, arrin kasta ha lagu guuleysto. Dadka qaar waxay ku dhibayeen wax kale maaha, xaal adduunyo dhan waxa waaye waa xalli karaa waa, laakiin caafimaadkeygii, caafimaadkii xoogaa jiira gale. Soo kaasna waan kasoo hadlay, channel badana uga soo hadlay, gruubyo badana uga soo hadlay, qoraallo waa idinkula hadlay, dhinacyo badan waa idinka baaqay. Fadlan isla markaas waxaa cuntay, waxaa cabto, wax ka qabo. Hadday tahay xaal adduunyo ee dad haatataa kugu ridaanay, kaa caraysiinaanay, naqaska kugu dhejinaanay, kaa caburinaanay, iil kuu dileene, afdaboolan dahab ka aamus, waxbaha ku darsanin. Saa wax u rabtid adaa ogsoma, soo arrinkaas adaa dami karo, shib adaa ka dhihi karo. Ya afdaboolan maxaa loo yiri? Waa dahab. Waxa dahab loo yiri
waayo adigyaa ka aamusay, adigyaa u bogi waay, adigyaa ka aamustay. Haddaa ka aamustayna xalki saasaaba lagu gaaraya no? Qof aamusan iyo haddaan daansan karo, laakiin qof jawaabayo ha. Haddaad madluunsan tahay ood barooranaysid ood iiliqday ood caburan tahay ood ciishan tahayna adaa is og, cidna kuma ogo. Marka saa waxu qabtay Ilaahay baa og. Maamoy ka sokow adaa og, waa ka xumaa ani hadda isoo raadisay oon kula hadli waayey, ama aan ku dhahay booking samayso, ama aan ku dhahay dhakhtarkaaga u tag, ama aan ku dhahay qur-aan akhriso, ama adiga leh xalli. Maamoy xumaan ha ii arkin. Aadi 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 aada idiin maqlaa. Waxaa ii soo dirteen kumanaano message ay soo dirteen oo wada xambaarsan arin xal loo raadinayo. Adi hadda ii soo dirini, intaasoo kunoo Soomaaliya ii soo dirtay gabdha leh, wiilo leh, waayeel leh, dhalinyaro leh, caruur leh, intaasoo cunug oo yar oo dhalinyaro ah oo 20-kii sano ka yar aa message ii soo dirsatay, kama soo jawaabi ilaa hadda. I feel like shame. Eebaan dareema ilmo yar yar oo masaakiina oo arin xal u raadinayo oo aanan ka soo hadlin ka waran, oo halis u inay wax u daran qaataan ama wax u daran sameeyaan. Ilmaha waa aragteen xasil maaha, annagii waayeelka ahayna waaweyneen, Ilaahay baa weynaa waaxide, ayaa xasil wax u raadi weyne. Maxaa u malaynaysaa ilmo yar oo dhalaana? See, waayeelaa jiro. Ila soo hadal maandhaa idhahaa, maamoy ka soo hadal arrinkaas idhahaa, weli kama soo hadlin. Dad awlaad yaryar korsanaa oo ilmihii yaryaraa cillada kala kulmayaa jiro, oo ayagana dhahaa ilmihii ayaa xaalkooda saas yahay, ka soo hadal. Walaalo nagu cusubaa jiro oo ayagan isla markiiba soo dhiibanaya message, oo aniga aan messagekooda ka jawaabi karin, oon ayaga toos ugu jawaabi karin, oon haddana say wuxuu qabaan aana ka soo hadli karin. Wixii dhan waxay isku noqdeen ciriiri iyo degdeg, iyo waxay isku noqdeen maaragta waxaan la fahmi karin. Marka raalli ahaada, raalli ahaada xaal adduunya horta haddii lasoo kookoobo liraa xagee laga abaaraa. Dulqaad le loo baahan yahay. Marka ha nixin, ha walwalin, ha fikirin, hurdalaan yay kugu dhicin. Fadlan dhageyso recordingkan, kheyr badan Allah ku siiyo. Kaligaa ma tihid. Dadka qaarkood waxyaabo badan ay adduunyadan ka tirsanaan, cuduray ka tirsanaan, cillad waxay ka tirsanaayeen, dembiyay geysteen, Ilaahay unbaa ka cafi karo. Dadka qaarkood burburka qoyskay la kulmeen, dadka qaarkood waxawaaye wax badanaa iskaga dhex yaacay, shalay jaanisay fursaday soo heleen, ay nolol wacan ku heleen, maanta wixii oo dhan way waayeen, meel cillahay ka fadhiyaan. Dadka qaarkood cillad xanuunay tabanayaan oo maanta meel la jiifaan, amin lama soo koobi karo. Qof walba wuxuu kuu sheegaya, qof walba wuxuu kuleeya maamo arinkaasa hadda ii diyaari, hadda kasoo hadal. Haddana ma ka hadli karo arrimo kale aan ku dhex jira, xaal adduunya naftirkayga dhinacayga ka ciirsanaya. Marka sabra, sabra, weliba dadka dhalinyarada ahoo sabra, insha allah waayeelku sabra, naf walba ani kulley waxaan siraadaa nafta kale waa lamid, waa muhiim iyaduna. Marka saaxiibadan la fadhiya channelkan iyo channelka kale ee Dabiibii Dadaal, dhammaantiin soo dhawaada, barasho wanaagsan haddaan ugu cusub tahay. Kheyr badan iyo farxada Ilaahay idinka rajeyna. Walaalo badan waxay soo codsadeen passive income, seen faqriga uga baxaa, dhibaato badan oo dhaqaale xaggiisa aysato. Maamul ka soo hadal, adduunya ni joogo maxaa aragta ku laabanaa layiri. Fikrad kasta waa muhiim, fikrad kasta oo lasoo dirsadaa ee ummadda Soomaaliyeed usoo fariisatay channeladan aan saaxiibka ku noqonay waa muhiim. Ama dad yar ha fiiriyaano, ama dad badan ha fiiriyaano, ama dad badan ha soo dhaweeyaan, ama dad badan ha soo dhaweeyaan wixii idii soo dhaweysaba. Arrinkaas waa muhiim. Waxa waaye qof walba meela u daran, meesha kuu daran in xal loo helana waa kuu muhiim. Walaalo carooda jiro, aniga ha igu caroonin, aniga kulli adiga idin adeega. Intaan idin adeegayo aniga ima adeegaysiin, ma idin dhihi karo hal mar oo ii ducay sida igu filan aniga dhanba. Ragga, ragga dad badanaa u doodo oo kasoo hadal idhaho waa kasoo hadli doonaa insha allah. Somehow haddaan ku galdaranayna waa ay qaba kartiin raggaa naga howl yar, ragaanaga howl yar, dadka channelka ku xiran oo subscribe-ka u sameeyo, ragaanaga howl yar, rag dumarka xoogaa ka cillada badan, Ilaahay ka caafiye, Ilaahayna ku kaalmeeyo arrimahooda. Marka ragga ma moogi inaan kasoo hadlana waa jeclahay, kheyr Allah uga dhiga amuurtooda, ayagaa naga sahlan.
أنا كلا بلا بدن مركا مدام الدمر كأي هول بدن هين أي هدنا بروجرام بدن هين أي هدنا كسو هذا شو دو بدن تا أيجان أو بطيء وح كلام معها سيدان دمر كو جعل رجنا أو جعل إني أيجو بحل لو جارو مجعل ويل صوماليات وح كفلا إن إن ير لقلي رجليو إنه أبار أقبحه أم حنون أقبحه أم علط أقبحه إن لغلط داها مجعلي إنه هلان جعلها إنه فرحان جعلهاي مدام أسيغا نين رغي هاي وحوغا نفتر كيسي إنه لصوها اللوه مهم رالي هذا ويا رغو ما سؤال بدنا شانل كان نقاسهان ما بكو سؤال بدنا با واسينا لجوان وانا لفرديان دمر كاسا دهو حق إي حق إي حق إي حق أيان عاومات كربا مركا كسو هذا مركز ساسي يكون عذية رالي هذا رجعنا وين لفر ديان انت ضبيبي دذالنا وين لتجين قير الله سي وقارو إيسو شاجن إني حقنا سبسكرايب سمين مرك ما شاء الله ما شاء الله إلهي أنا قاعد في مال والبؤون حنون كتبنينو مهم دهرت وأنا معناها فهنو إلهي نبرينو هدي لبجرنا إن حلو الراديو هدي فائدة إي جرتنا فائدة داس إن معركة اللي راذ إله نو بركة إله نو سائد إله نو حفدي ما شاء الله هذا واكثا ولا لها جعل إني وحبارانو هذا دكتوري وحو تكتان إسبارتان فلن حكا قرع مننا وحي الغصو شيغ ديغاقين وأكتين داد إسكعون جيرا وحو الباتهين بريسك إيا باستا إيا سكرتا إيا سليد إيا وحاس بدد إسكا قوتان نحي مركا هدي إلا دير الغصو شيغ ديغاقاقي وحاقا قرعان قط هؤلاء الدعين هدي وناغ لغو شيغان ما شاء الله ما هدي لاي أسوقناتي دادال كاسي وط إن ولا لا هو الولو ككربوض حال الدنيو هكربوني نينا وأذكت هاي إن ليس كدافو برنامج كورانا وعليكي كل شيء إن كربوض أي يراتوي أذكت هاي لكن نفت هذا إن ود دال إن أد بالوح فهنتو إن أد وح وح كقبطو وهذا هاد كربوط محاكوسو عدعت وحكوسو عدعت ملك عدقون با بروبلم كي وكوخسي بدنا سيدي بدي صح مركي إلهي بروبلم نغو مو بديو إن فضلا تيك نوت قر وحاد سكود دبي بي سيد قر وحاد وحكو حل إذا قر إدات كأعام مستوت هذا المعان كتريوت هذا نبات كه الشيء قر أثبت دبي بكاذو كمدي أرن كاسبو ما أنت هذا هذا المعان باللوضو كلمة كستو وناكسن ومعان وتكو هذا الشيء إن شاء الله قفك تقول هذا الشيء وتكو قولي ثاني قفك ثاني وناغو كو بلابا مركز سيداد أدغو أغو قرات وناغ أدغو نواناغ وهلي دون تاي وناغ قرو أف سمي قلبي سمي نلاشي ستيب باي ستيب واسونا هاي مركا ترتيب تاذا جرن جر تاذا أفول قرغاق الدنيا قرو نبط قرغانا آخر قرو نبط إلهي أنو كالمي ملول بو الدنيا كجوغنو أسكو كالمينو هذا لما عانا كو هذلنا وحونا كثن عن سقورنا إن شاء الله خير إلهي وكرب فيد هدي جواب أتكن حظا لغيري إدكو ترادبا وحبا معها سيدي جواب تاسو أذكتها جواب كلا أو كم معان أو فرحسن أو أديكو فرحت قليدو أد إن شاء الله هلي دونتا ولا لها جعل برنامج كعافماتك خير بدني فرح هذا إلهي ذيك رجينا إلهي بري اسخدو بناذا إذن الله نكو قوليست أمورتين وأكتين قف والبهد اللي راد محاد جعلالي إذن لغالا هادلو الدون كدرفتي سددك جوغ قف والبهو جعلالها أرينك كو تاك تاك إن حلو هلو أرينك كو تاك تاك إن حلو هلو مركا آنيغا مادام إذين أذيغو إن شاء الله سي برايب إذن إذيكو أذيغو سيدان ببليغ أهان سومالي أهان إذيكو أذيغو إن شاء الله خير أذن كون إلهي بريا نفتين جعلالا فضلا نفتي نجعل هذا نفت هذا وحال جعل هذا وحول بو وناكسن وحول بو خير ككجرو عديقا مهي مد وعديقا إلهي نعدنا كام حكتو إلهي بري نفت هذا ندجي بلو إناد سي وناكسن وحضا الشعوض لقنتو وحو ناكسن النفت هذا آد كو ضبيبتو مهي مد انتا سواقوف والبنفتي ساو مهي مسح سو أدقنا النفط هذا إذا كو مهم وحي كل ربا إسكا جوجي وحي كلاو كوفي عن و هذا لبكو أرقنا فلن قرأ ميل ديغو هدي كلمة عاليري قلبي بنا أدن كحاشي ماها وكا ترمان شالا وحا عمت إي عافي مات كا وكو قرح بدنا ذي ما أنت وإي لوبي شالا كلمة دا كو هذا الشي او معاند او قف كوسو جيدو باري كا غدكتي ما أنت وإي لوبي سو شالا هذا المعان كو هذا شو ما أنت نعايتن تي شال هذا الكي معانا جوابتي سي معاني ذهش صح ما انت عايدي
جوابتي ذياشة صح؟ هاي حال الدنيا صاصوا خير بدني فرحة ذا إله يديك رجينا ملكست أدون كجوبتان مركز تواناقة إذا لجع الله هاي فلن جنا القصي بوضة أذين كان إسي سبوضة أنا قد أن السبوضة أنه الدعية إلى أنه أقبله آمين تاني آمين تملاقي كذا الله كل ميو هاي هو إذا كاساها إن شاء الله خير إن شاء الله خير وإنه يا برنامج كلا دو إلهي يراذو ولي قاها يسدين شاكذا وأكون كليا يا داد بابا أنا أقول قبيه ماذا أوكي ماشي أدونك كجوغان يوحي كسو غنيهين ساس أوذيذا إنتي إسلام أدعي إلهي أمور تقيرها كدقو آمين يا ربي أفي يا مسابح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.